كتير منا شباب حابب ان هو يوصل كاميرا الموبايل بتاعته على جهاز الكمبيوتر ويعمل فيديوهات رياكت، او بيستخدم الموضوع دوت في فيديوهات الايه الالعاب والجيمز والكلام الحلو دوت. الموضوع يا شباب سهل وبسيط جدا، حضرتك بس بتعمل حاجة واحدة، بتسطب برنامج اسمه دريد كام على الموبايل بتاعك وعلى جهاز الكمبيوتر، وتعمل ما بين الاثنين اتصال وبإذن الله هتدعي لي. طب يلا بينا نشوف الطريقة. في البداية شباب بروح على متجر بلاي واكتب دريد كام DRIOIDCAM، فبيظهر لي البرنامج بالشكل ده، دريد كام زي ما حضراتكم كده شايفين، دريد كام. فهنا ظهر لي البرنامج في اول خانة، فانا بختار البرنامج اللي بيظهر في اول خانة واعمل له تسطيب. طبعا حضراتكم انا كنت مسطب البرنامج قبل كده فمش محتاج اسطب. نرجع نشوف البرنامج اهو، ده شكل البرنامج من جوه زي ما حضراتكم كده شايفين. في البداية مكتوب الباسورد اللي انت تكتبه على الكمبيوتر، تيجي عند هيلب تدوس عليها، العلامة اللي عليها حمر الاحمر ده شباب الباسورد اللي انت بتسجله على جهاز الكمبيوتر، ماشي، اللي هو اللي انا بشاور عليه دوت، اللي هو 192016801003، وتحت 4747. هنا الكاميرا يا شباب بتقول لك انت عايز كاميرا امامية ولا عايز كاميرا خلفية زي ما حضرتك حابب. تمام كده، نروح بقى على جهاز الكمبيوتر، ركزوا معايا. هنا يا شباب بقى جهاز الكمبيوتر هنعمل نفس اللي عملناه على الموبايل بتاعنا، هنروح على جوجل وهنكتب دريد كام على جوجل بنفس الطريقة DRIOIDCAM مفيش فاصل، دريد كام. تمام كده، وهيبدأ يظهر لي البرنامج. هنروح برضو على اول اختيار اللي هو ده دريد كام، اول اختيار هيظهر لنا البرنامج من الموقع الرسمي بتاعه بالشكل دوت. هننزل تحت خالص عندي 3 اختيارات، اختار اول اختيار اللي هو الويندوز دوت. تمام، اول ما اختار الاختيار دوت هيظهر لي هنا البرنامج دريد كام 6036، هضغط عليه وابدأ اسطب. طبعا انا كنت مسطب البرنامج قبل كده، التسطيب سهل جدا، نيكست نيكست نيكست، التسطيب سهل جدا. ده يا شباب شكل البرنامج اللي هو على جهاز الكمبيوتر بتاعي. دي يا شباب بقى اهم خطوة اللي انا من خلالها بربط الموبايل بجهاز الكمبيوتر. فهنا بجيب بقى الباسورد اللي هو على الموبايل، بحطه في اول خانة وتحت 4747 وببدأ اعمل ستارت. لو حبيت بقى استخدم واي فاي او وايرلست مفيش اي مشكلة، هنا عملت ستارت، شفتوا الموضوع سهل وبسيط كده، انا ربطت الاثنين ببعض. انا بشرب شاي هنا كمان. يا شباب ممكن تعملوا حاجة حلوة قوي، ممكن تربط البرنامج لو دريد كام دوت بالبرنامج اسمه فيلمورا، انا بفضله جدا لانه برنامج سهل وبسيط، تعمل لايك وتنزل تحت تعمل كمان. ممكن تربط البرنامج ببرنامج اسمه كامتازيا عشان انت لو حبيت تعمل فيديوهات رياكت والكلام ده. ده برنامج فيلمورا يا شباب، انا بحبذ او بحب البرنامج دوت، استخدمه هيعجبك جدا باذن الله. في نهاية الفيديو يا شباب لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.